رئيس المونديال الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب. تفضل دكتور إبراهيم لإلقاء كلمة الافتتاح. دكتور يوم الهوى مش عارفين إذا رح نطير أو رح نطلع على المسرح. النهارده يوم يعني سعيد جدا في حياتي ان انا التقي برموز الوطن العربي من الاعلاميين، وايضا بحتفل بكوكبه من نجومنا في الطرب والغناء. مش هتكلم كتير، لكن لازم ناخد فكره على ما نقوم به في الاعلام في العالم العربي. احنا بدينا سنة 93 من مهرجان القاهرة للتلفزيون، وكل ايفنتس بعد كده بنحاول بقدر المستطاع يكون فيه نوع من انواع التطور. فعملنا ملتقى المنتجين العرب، عملنا منتديات وملتقيات وندوات كتيرة للوصول الى القاعدة الكبيرة في العالم العربي. المهرجانات خدت صبغة بشكل النهارده في ختام، في ندوات، في ورش عمل،